بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرب الكريم الرؤوف الرحيم الهادي الى صراط المستقيم. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وله الحمد في الاخره والاولى. احمده تعالى بما هو لم يؤهلك من الحمد واثني عليه، واستغفره من جميع الذنوب واتوب اليه واؤمن به واتوكل عليه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله باقوم السبل واهل الشرائع، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله على بصيرة حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم جميعا حملة الأذن وحاملاته وطلبته وطالباته بتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. وما اسعد هذه الفرصه التي تجمعنا جميعا لهذا المكان الطيب في هذا السطح الأليم الشاب والمناره الدعويه بين لفيف من اهل الفضل والدعوه الى الخير الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ومن المعلوم للجميع أن العنصر البشري عنصر كتبه الله سبحانه وتعالى من بين المخلوقات، إذ بوأه الله سبحانه المبوأ الرفيع وآتاه من لدنه خيرا كثيرا، ومن عليه سبحانه وتعالى بالاستخلاف في هذه الأرض والتمكين في هذا الكون. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بهذا التكريم الذي كرمه الإنسان عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن المعلوم أن الأمة جميعا إنما تبني مهاراتها بآحادها، فأفراد الأمم هم اللبنات التي بحسب ما يكون عليه يكون البناء. ولذلك كانت الثروه البشريه هي اعظم ثروه، لان العقل البشري هو الذي يتفتح عن كثير من المعارك التجريبيه بجانب المعارك التي يتلقاها من شرع الله سبحانه وتعالى او من الفطره التي فطر الله تعالى الناس عليها. فلذلك كانت الامم بحاجه الى هؤلاء الافراد ان يكونوا تكوينا صحيحا، وان تعمر قلوبهم بالايمان الصادق والاخلاص لله سبحانه وتعالى، وان تسير في حياتها لو ان يسيروا في حياتهم على هدى من دين الله تعالى. والأمم إنما يقوم بأمرها ويعبر نهضتها شبابها، إذ الشباب هم الشريحة المتميزة لما آتاها الله سبحانه وتعالى من الفتوة والقوة، وبما وهبها الله سبحانه وتعالى من الطموحات. ولذلك كان بناء الشباب يجب أن يكون بناء سليما، وأن يكون هؤلاء الشباب مستهدين بهدى الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتونه ويزالون. ومن هنا كان أحضر ما يكونون إلى الأمارة بالإيمان الصالح والصلة لله سبحانه وتعالى، فإن الإيمان هو الذي يعمر هذه القلوب. وإذا كنا نرى أن الأمم تتسابق في ميدان الحضارات بانية حضاراتها على مفاهيمها مهما كانت هذه المفاهيم
من الخطا والانحراف فان امه الاسلام انما يجب ان تبني حضارتها على مفاهيم صحيحه ثابته مستمده من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كانت الحضارات التي تبنى على القيم الماديه انما مآلها الفشل والانهيار، وهذه الشواهد ترونها بابصاركم. فكم فشلت هذه البلاد وانهارت، كما انهارت الشيوعيه بالامس وانهار الراسماليه اليوم. فما الدليل؟ انما الامم تتفتع الى الاسلام، الى هذا الخير العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في صميم هذا الدين، والذي جعله هدى للناس ورحمه للعالمين. فاذا على شباب هذه الامه ان يبادروا الى هذا الامر، ولا ريب ان كلمه المبادره تشمل جوانب متعدده فيما يتعلق بالشباب، فهم قبل كل شيء عليهم ان يبادروا في حياتهم في انفسهم. إذ الشباب نفسه لا يفعل، لأنه مرحلة عادلة سبحانها من قبل. وبجانب هذا فإن الحياة نفسها أيضا هي حياة وحيدة، إذ الإنسان لا يكفي مثل الفارق وهو غير ملوم، فقد يفارق الشاب في ريعان شبابه وفي أوج يفاعل وزهرة عمره، وقد ينسى لما تقدم في السن في عمره، وهذه حكمة الله سبحانه. فلذلك كان على الشباب أن يبادروا شبابه وأن يبادروا حياته لبناء هذه الحياة على تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل الرفعة. فإن هذه المرحلة ذاهبة متلاشية، والإنسان مسؤول من المرجع. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم من آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبداه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل. نعم، يسأل عن ذلك كله، وأول سؤال إنما هو عن الأمر، لأن الأمر هو وعاء لعمل الله سبحانه وتعالى يوم. إذ كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى انما يحكم لهذا الامر. فلذلك كان على الانسان ان يسوس امره سياسه حكيمه، سياسه مبنيه على تقوى الله عز وجل، سياسه مستبده من ايمانه بالله واليوم الاخر، سياسه قائمه على تعاليم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدون ذلك يذهب الامر سدى. ثم هذا الامر كما قلنا انما مرحلته المتميزه مرحله الشباب، لما فيه من القوه والقدوه، ولما فيه من الطموح والتطلع الى الامال العظيمه. ولذلك كان على الانسان ان يستغل شبابه بالخير، والا يجعل شبابه فرصه لالتهاب الملذات والمسارعه الى الشهوات. إنما الشباب فرصة لبناء الحياة بناء سليما، لبناء نهضات الأمم، للتقدم إلى الأمام بالطموحات العظيمة. فنحن نجد كيف يشير القرآن إلى هذه المرحلة، كما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على أصحاب الكهف وصفهم بقول: إنهم شجة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك عندما ذكر مقصودة قوم إبراهيم فيه عندما قام بتحطيم أصنامهم والقضاء على آلهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، كان من وصفه له: إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فإذا مرحلة الفتوة هي مرحلة القوة، مرحلة الشعور، مرحلة بناء الحياة، مرحلة بناء النهضات، مرحلة المسارعة إلى الخير كله. ولدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قام بالدعوة كان أسرع الناس إلى الإيمان بالشباب، وإن وجد من الشيوخ ومن الجهود من آمن به، ولكن الشباب كانوا أسرع الناس إلى الإيمان به.
لأن الشباب دائما يتأثرون بسبب عاطفتهم النجاشة وسرعة تأثرهم بالدعوات، فهم يتأثرون بدعوات الخير ودعوات الشر. فمن هنا كان من الواجب أن يركز على دعوات الخير في الشباب حتى يكون هذا الشباب ذرة لا تضيع على هذه الأمة. وهؤلاء الشباب الذين يتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الكامل أسرع الناس إلى الطلاع الأحوال، كانوا يتضحوا في سبيل الله وسارعوا إلى الجهاد لإعلان كلمة الله، فكانت أيديهم الفتية هي التي تحمل السلاح جهادا وتحديثا لهذه الدعوة من مكانه الكاملين لها. وكانت ألسنة المطارية هي وسائل الدعوة التي تبشر بالخير وتدعو الناس إليه. ولكن مع ذلك كان هناك تصديق للقول بالعمل إذا لم تكن خلوة ولا جهوة بين الأحوال والأعمال، فكانت أعمالهم كلها ترجمة حية لما يرتكون به ويكون إليه من الخير. وكانت أخلاقهم أدعى إلى الإيمان بالله واليوم الآخر من أقوالهم، فلذلك تأثرت الشعوب وتسابق الناس إلى اتباع هذا الحق، وانطلقت أمثلة أعدائه لتؤثر عما ظهر في نفوسهم من إكبار هؤلاء وأعوامهم. فكم تحدث المتحدثون من غير المسلمين عن هؤلاء، كيف كانوا، كيف كان صلاحهم، كيف كان تركهم، كيف كانت تقواهم، كيف كانوا يشاركون إلى التضحية في سبيل الله سبحانه. فلذلك تأثير بالغ في نفوس الناس. ومن المعلوم أيضا أن الأمة تروي وتروح عليها فرص عديدة، هناك فرص سالمة لهذه الأمة كم كان يجب عليها أن تستغلها، ولكن هذه الفرص تذهب لأنه تبدو هناك مبادرة من أجل استغلالها ومن أجل بيان الحق للناس حتى يتفاعلوا معه ويستجيبوا لدعاء الله سبحانه وتعالى. نحن نرى هذا العالم اليوم عالم يعيش في ضياع، عالم يتقطع الأوصال ويتحلل تركيبه لأنه بنى فلسفته على الخير المادية ولم يلتفت إلى أمر الله تعالى مع أن الإسلام هو فكرة الله تعالى الذي فطر البشر عليه. الإسلام هو استجابة للإنسان عندما يتجاوب معه مع الله الفطرة التي يجدد من أعماق كل نفس بشرية. الله تعالى يقول: وأحل وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإسلام يأتي بالمنهج الصحيح لأنه لم يعول على الجوانب المادية وإنما حول أولا على الخير والخير، فوصل الإنسان لله سبحانه وتعالى وعرفه بأنه المبدئ المعيد الذي يفعل في خلقه ما يريد، وأنه تعالى له الطاعة المطلقة إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فالإسلام جاء ليصل هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذه الصلة وصل الإنسان بالكون الواسع الأرجاء والكلام الأحرار. هذا الكون الذي تسبح كل ذرة من ذراته بحمد الله وتسجد قاطعة لجلال الله وتعرض بلسان حالها عن افتقارها إليه وتنبئ عن كونها وجدت بعد أن لم تكن موجودة وما كان وجودها بذاتها وإنما كان وجودها لخلق الله سبحانه وتعالى إياها. وكم نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدعو إلى تفكر الإنسان
في حركة هذا الكون والمواضي حتى يصل من خلال ذلك إلى الإيمان الحق بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون والذي رتبه هذا التركيب العجيب والذي لصق بين جوانبه هذا التنسيق المتناغم حتى صار الكون بجميع أجزائه وبجميع أرجائه يتناغم بعضه مع بعض فليس بينهم نشاز ولا صراع إنما ذلك يدل على ذلك مسويه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ويقول تعالى قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أأله مع الله بل قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أأله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويتعلم خلفاء الأرض أأله مع الله بخليفة لا يكترون أما يهديه في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي محبته أأله مع الله تعالى الله عما يشركون فإذا هذه الآيات إنما تدل على ضرورة ارتباط الإنسان بهذا الكون الخيالي المريد به لله سبحانه وتعالى ومن خلال قراءته آيات الله في صفحات هذا الكون وهذا ما عملت عنه أبصار الذين كرموا نعمة الإيمان فإذا هم بحاجة إلى أن تفتح أبصارهم على هذه الحقائق حتى تتغلغل في نفوسهم وينقلب هذا العالم من الشر الى الخير ومن الفساد الى الصلاح ومن الاعتدال الى الاستقامه ومن التشدد الى الاجتماع اذ لا يمكن ان يرأب هذا الصنع الذي وقع في هذا العالم ويجمع هذا الشتات الا الايمان بالله سبحانه وتعالى الايمان هو الذي جمع شتات الايمان هو الذي جمع بين المهاجرين والأنصار وأجدد بين المسلمين الإيمان هو الذي جمع بين طرفي الأنصار بعد خروج الجارية الساحقة التي كانت بينهما فصار الجميع إخوانا لله تعالى الإيمان هو الذي جمع بين العرب والعجم في بلاد الحدود لله تعالى فكانوا جميعا اخوانا في باب الله لا يفرق بينهم الا ما يكون بينهم من التفاوض في تقوى الله عز وجل الايمان هو الذي جزع السخاء والاحقاد في نفوس الناس الايمان هو الذي بصر الناس يقف في هذه الحياه فالايمان هو الذي بصر سحره فرعون يقيم في هذه الحياة بعدما كانوا لا ينظرون إلا إلى القيم المادية ولا يعرفون إلا المنافع المادية التي كانوا حراصا عليها وهم عندما جاءوا إلى فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين لأنهم علم أنهم يسمعون إلى الزلفى والقربى كما يسمعون إلى المنافع المادية ولكن بعدما رسخ الإيمان في نفوسهم انقلبوا من هذه الفكرة إلى نقيضها فهم الذين قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاعبد ما أنت قابل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الإيمان هو الذي انتزع السخاء والإحقاد من الهرم بعدما كانوا لا يعرفون إلا الثارات نتيجة الكراه التي بينهم وكانوا يحرصون على سحق بعضهم البعض وكانوا يعتبرون أعظم المسافة المحقرة في الأمور والمسارعة إلى الفساد فإذا بهم ينقلبون إلى وقت آخر
ويكونون نواه لهذه أمة التفكير لله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فالإيمان إذن رسومه في نفوس هؤلاء الشباب هو الذي سيملي الحياة كلها رأسا على عقل حتى تكون الحياة غير الحياة التي تبعها. الإيمان هو الذي سيدفع الشباب إلى التضحية والإقدام في سبيل الله والرغبة في ما عند الله، لأن الإيمان هو الذي يجعل الإنسان يوازي بين منافع الدنيا العاجلة ومنافع الآخرة الدائمة. فيرى أن الدنيا لا تساوي شيئا بجانب الحياة الآخرة، ويختار الدنيا من الأحجار الكريمة، وكانت الآخرة من الأحجار العادية، وكانت الآخرة مع بقائها وفناء الدنيا أولى من أن يحافظ عليها. فكيف والآخرة أغلى من الدنيا غالي والدنيا أرخص من الدنيا رخيص؟ نعم الدنيا تتخذ وسيلة لإيجاد الآخرة، ولكن تجعل غاية في نفسها، إذ هي أحسن من أن تكون غاية ولكنها أيضا أعظم شأنا من أن تفهم، وعدم إجمال استغلالها لأجل تصبح من دار الآخرة. فنحن لا نقول بأن الأمة يجب عليها أن تتخلى عن الدنيا حتى تصبح البيان للآخرين، بل على الأمة أن تنافس الآخرين في كل مجال من مجالات هذه الحياة الدنيا، وأن تكون أسبق إلى بناء الدنيا لأجل بناء الآخرة من خلال بنائها، لا لأجل أن تكون هذه الدنيا هي الغاية. فإن كان الآخرون ينظرون إليها أنها غاية، فعلى هذه الأمة أن تنظر إليها على أنها وسيلة. ولكن أن هذا الإيمان هو الذي يحل ألغاز هذه الحياة، ويكشف السر المعمى من هذا الوجود، وهو الذي يسر التفاقم بين الإنسان وخالقه، وهو الذي يسر نظام الدنيا والآخرة، ويربط ما بين الحياة والموت، ويسر ما بين العمل والجزاء، وهو الذي يسر الفرد بمجتمعه وفي أسرته وفي أمته وفي جنسه، وهو الذي يصل الفرد بالكون الواسع الأبدان وشرام الأطراف، أن مجرى الإنسان أن الكون يتجاوب معه ويتلاعب معه في تسبيحه لله تعالى وقيامه بأمر الله وخضوعه لمنهج الله سبحانه. إدراك الكون الأسرياء تسير وفق نظام رقيق لا يخص هذا النظام عن طاعة الله تعالى وامتثال أمره والانقياد لقدره، وإنما الإنسان هو الذي يشد ويقتل عن نظام الفطرة المعينة. هناك حركات في الإنسان تتحقق وفق نظام الفطرة ولا تخرج عن نظام الفطرة، هناك نبضات القلب، هناك حركات الجسم، هناك تنفس المستدام، هناك حركات متعددة في هذا الجسم، الخلايا تتحرك باستمرار، ذلك كله وفق قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا تجاوز الإنسان مع أمر الله حصل الانسجام ما بين حركته الاختيارية الكشفية وحركته السفرية الاضطرارية. أما إذا لم تتجاوز مع أمر الله سبحانه وتعالى فهنا يحصل النشاز والاضطرار، وهذا مما يؤدي إلى أن يقلق الإنسان ويحس بانتقام في نفسه ويحس بالخصومة مع الكون. فلذلك كان إلزاما على هذه الأمة عندما تريد أن تفتي شبابها أن ترسخ هذا الإيمان، وكان إلزاما على الشباب أنفسهم أن يعصوا من هذا المعني الدفاع حتى يكونوا منه ويطهروا قلوبهم ويطهروا أرواحهم ويطهروا شرائعهم ليكونوا حقا مسلمين موجودين بالله سبحانه وتعالى مستحقين لعون الله تعالى وتوفيقه وإمداده وبألطافه وكرمه به حتى يتبرأ مكان الرقيع. هذه الأمة كلما أصيبت بالبأس الشديد
سقط في قضيتها بسبب هذا الجهل عن نفس الله ولا يجب النص الى هذه الكذبه الشاذقه التي كانت عليها من قبل والاسباب الرفيعه التي تتبرأها السلف ومكان القياده والامامه بين الامم الا عندما تستعصي بامر الله وتنقاد لحكمه وتطعن بطاعته وتغار على حرمته اما عندما تكون مسلوبه حرمته مسلوبه غيره لا تذكر في حرمات الله تعالى فلا ريب ان هذه السنه تقل كما هي عليه وفي كل يوم تنزل الى الحضيض وتنهار والعياذ بالله تعالى ونحن ان العالم بسبب سفره الى الجانب المادي اصبح الان في قلق من هذه الاوضاع لانه اصطدم بجوانب الكون وبسفره الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فاصبح هذا العالم في الخير وهو يتطلع الى حل المشكله وإذا لم يأخذ بيده ويكون في طريق الخير من يكون بهذا؟ إنما يكون بهذا العلماء الربانيون كما سيأتي بالتحديد هؤلاء يجب أن يكونوا من شريعة الشباب الذي يمكنهم أن يدفعوا ما بين الأصالة والمعاصرة ويمكنهم أن يدفعوا هذه الأوضاع التي عليها العالم اليوم دراسه متاهليه عميقه ويفهم ما هي المشكله حتى يضع الدواء في عمق الداء ليستاثر الداء وليحرصوا دائما على ان يكونوا خبيرين بما ياتونه ويذرونه لا يقدمون خطوه واحده ولا يقدمون إلا بتجربة من الله سبحانه وتعالى البصيرة لدينهم وتجربة رائدة تقودهم إلى الفهم الصحيح والإدراك الواسع لأحوال العالم وما يستوجب هذا العالم في الحياة. المشكلة الاقتصادية ليست وحدها هي المشكلة التي ينصح العالم الصحيح إليها الآن فتكون هذه المشكلة في العالم ولكنه في سبب ضيق افق وكونه لا يفكر في النواحي الماديه صار يفكر في الجانب الاقتصادي العالم يحاول الى انقاذه من ورطه التدني والسقوط في الحضيض والتجاهل الى الاخلاق نحن لو نظرنا الى الواقع في عالم الغرب اليوم وما يعانيه من تقطع الاوصاف ومن الجفوه والفجوه بين الاباء والامهات من ناحيه والابناء والبنات من ناحيه اخرى فاحسن ذلك امر الحدث لا تجده انما يعود الى فساد الاخلاق وعدم التمسك بها فنحن اذا نظرنا الى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وطبعه كأنها تعلم الإلهيات وبإخوان بين الأحسان إذ فليتهم عندك الكبر أحدهما أو إلههما فلا تقل لهما أخفي ولا تنفعهما وقل لهما قولا كريما واقبض لهما الجناح الذل من البحر وقد يرحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنها كانت للمطلوبين غفورا وآت ذا القربى صحنا والمسكين وابن السبيل ولا تبدل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء ربك بالفضل كتبتوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوبة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتخرج ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويحمل إنه كان لعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان مطعما كثيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يجلس بالقتل امرا كان منصورا ولا تحرك مال اليهود الا بالتي هي احسن حتى يبر واشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم لا تخيروا احسن تاويلا ولا تحكم ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تنشئ الارض البرحه انك لم تحرق الارض ولم تكتب الجبال الهدى كل ذلك كان زيته عند ربك مكتوبا ذلك ما اوقى اليك ولا تلك عن الله إلها آخر فنلقى في جهنم الظلوف المذكورة عندما ننظر إلى هذه الآيات الكريمة ونفكر في عالم الغرب اليوم نرى كأننا أنزل في هذه الآيات الساعة لأداة هذه المشكلات التي يرزع تحت ديرة العالم الغربي ولو أخذ الإنسان يتتبع أحوال الغرب ويرجع إلى دلالة هذه الآيات وأراد أن يصدق ما تدل عليه الآيات على الواقع في حياة الغرب لاحتاج شخص ذلك منه إلى مجددات كثيرة هذا إنما هو لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بقلبه وشرع ما شرع فيه من أحكامه بمحتوى حكمته فجاءت هذه الأحكام متسابقة مع مصالح الإنسان والعالم الغربي لا يملك هذه الحقيقة فلذلك كان بحاجة إلى أن يبصر الإسلام كما قلت أكثر من مرة لا يمكن أن يتخذ قطع غيار يؤخذ منه ما يمكن أن يصلح به بعض الجزئيات من مشكلات الناس إن الإسلام يجب أن يكون في الحياة فلو جئنا إلى حروب جديدة وما أصاب هذا العالم من الانتكاسة الاقتصادية بسبب غرقه في حمقة الربا لوجدنا أن سبب الربا عدم الإيمان لو كان هناك إيمان بالحق وكانت هناك بصيرة وإدراك أن المال إنما هو مال الله ليس للإنسان أن يتصرف فيه وفق هواه ولا أن يكتسبه من أي طريق كان وإنما يجب أن يكتسبه من الطرق النظيفة ويجعله أيضا مستعملا في الطرق النظيفة لما كان هناك سباق الربا ولكن عدم التبصر بهذا هو الذي جعل الناس حتى أن المسلمين يتسوقون إلى الربا ويعتبرون الربا هو الذي يبني اقتصاد الامم وهو الذي ينهض للامم لقد كنت في يوم من الايام كلمه غاضت قلوب كثير من الناس حتى ان احد المسؤولين قدم شكوى في بعض الاجتماعات لانني كنت سببا لتحطيم اقتصاد البلاد لاني تكلمت عن الربا وقد وضح الصدق لي عليه واسفرت الحقيقه عن وجهنا الان ما هو الذي يهدم الاقتصاد وما الذي هو يرفع الاقتصاد لا يمكن ان هنالك تجارب للاقتصاد المبني على الاسره الاسلاميه والنظام الاسلامي وهذه التجارب وان كنا لسنا راضين عنها جميعا ليست تخلو بملاحظات ولكن هذه التجارب أثبتت لجعها فالمصارف التي تعتمد على هذا النهج كانت أثبت المصارف الآن بينما كم من المصارف في هذا العام تهاون في هذا العالم تهاون بين حين وآخر تتهاون وتعلن إدراسها إن هذا دليل على أن من خرج عن أمر الله تعالى اثبتت بالفطرة التي فطر الله سبحانه العبادة عليها ومن خلال هذا يتبين لنا أن من خلال هذا يتبين لنا أن قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيت الإنسان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق البعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين له أنه الحق، أو لم يجد ربك أنه على كل شيء شهيد، ألا أنه في جدة بلقاء ربه، ألا أنه في كل شيء محيط. لا ينحصر الإعجاز القرآني في هذا القول الرباني في مجرد الاكتشافات العلمية. نعم، الاكتشافات العلمية ما من اكتشاف صحيح منها إلا ويأتي ترجمة لمرجعة القرآن وتصديقا له وبيانا لمعجزته. ولكن بجانب هذا هناك أيضا آيات تتجلى لأجل الناس حتى في مناهج البشر. هذه الآيات تتجلى للناس بأنفسهم وفي الآخر، فمن خلال فشل هذه المناهج البشرية عندما تهاجم الشيوعية وكان كثير من الناس مغرورين بها وظنوا بأنها الفردوس المنشود وأنها هي الظل الطليل والواقع التي يمكن أن تأوي الناس من حرب ظهيرة المشكلات الاقتصادية في العالم أو المشكلات السياسية. عندما تهاجم هذه الشيوعية تبين للناس أن كل ما خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى إنما يعني التصادم مع النظام الذي أوجع الله سبحانه وتعالى هذا الدين. كذلك عندما تتهاوى الآن الرأسمالية بعد ما انحلت الشيوعية أمامها وطأطأت لها رأسها وركعت لها استبدي منها الفن، عندما تتهاوى هذه الرأسمالية نفسها إنما يدل ذلك على أنه لا يبقى إلا مثل الله سبحانه وتعالى. فالناس بحاجة إلى أن يقدموا هذا المنهج للعالم، وعلى هذه الأمة أن تبادر إلى هذا الأمر. ونحن نرى أن كثيرا من الذين اشتروا بمال هذه المشكلات وتجرحوا قصصها يعلمون عن فشل تجاربه، ومنهم من يتطلع الى الاسلام دين الله تعالى الحق حتى من خلال الاشارات قد تكون احيانا غامضه وقد تكون هذه الاشارات واضحه. نرى سمعنا قرب الجوف عندما انهارت الشيوعية وسئل عن بقاء الشيوعية في فيتنام الصين كانت المدرسة كثيرة في ذلك الوقت، قال يمكن أن تبقى. قيل له ما البديل؟ قال لا أعتقد أن البديل يكون في الرأسمالية ولا في الشيوعية ولا في الديمقراطية، وإنما هو في نظام آخر. فعلينا أن نتكلم عن حضارة جديدة. في ذلك الوقت قلت هل المراد بالحضارة الجديدة حضارة عباد البقر؟ أو أنه يشير إلى حضارة الإسلام؟ من الواضح أنه يشير إلى حضارة الإسلام. وبعد سنوات معدودة من هذا التصريح جاء كاسترو الشيوعي المتعصب الذي يعتبر رمزا لراديكالية الشيوعية، وقال ما بقي أمام العالم إلا المنهج القرآني. كاسترو يعلن هذا دليل على أن هؤلاء الناس أدركوا الخطأ الذي وقعوا فيه. بعد فترة قرأنا تصريحا لنفسه قبل وفاته يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تستفيد من التجربة الإسلامية. ثم وجدنا مقالا نشر لبريدنسكي وهو بمثابة المهندس السياسة الأمريكية الحديثة يشير فيه بأن الولايات المتحدة تسير بخطى حديثة إلى مصير الاتحاد السوفيتي من قبل، وأنه لا بد من أن تستفيد الولايات المتحدة من تجارب أخرى
وكان كلامهم يشير إلى الإسلام. ومن بعد ما قالها إن الشعب الذي فقد الأخلاق لا يمكن أن يسد من عالم القانون الأخلاقي. جاء محلل يسمى لفان جارولز حلل كلام بريدنسي ووضع النقاط فيه على الحروف وبين أن الإسلام هو الدين المنتظر. وقبل فترة غير تعليمية وبالضبط في اليوم التاسع من القعدة الذي مضى، وأظن أنه كان يوافق 21 من شهر نوفمبر الشهر الحادي عشر، مشهد جريدة عمان تحليلا أخباريا بعنوان شرق أوروبا يحل من الاشتراك، ونرى التناقضات العديدة. ذلك أنه من المعلوم أن روسيا عندما كانت تحت سلطة القياصرة كانت تعاني من ظلم القياصرة وفكرياته وغطرسته وبطشه الشديد. ولما انتهى العهد القيصري ظنوا أنهم سيستنشقون نسائل الحرية وسيتحولون من وضع المأساوي إلى الغرب وضع يرضي ضميرهم. ولكن عندما جاءت الشيوعية بنارها الحمراء الملتهبة فأحرقت الأخضر واليابس وأتت على الطارق والدليل تمنوا أحد القياصرة أن يعود. ولما انهارت الشيوعية كان احتفال في الكرملين، حضر أحد دلال القياصرة ودخل قاعة الاحتفال مع يلتسن الرئيس الروسي في ذلك الوقت، فما كان يظهر للناس حتى وجد القاعة عاشر قيصر عاشر قيصر، كان يتمنون عودة القياصرة بعد المعاناة التي عانوها من الشيوعية. ولكننا وجدنا الآن يتمنون أن تعود الشيوعية بعد ما كانوا يتمنون الخلاص منها لأجل سبب كان سبب الفشل الذريع الذي كان هناك فشل ذريع. هذا الفشل من شرك إنما هو الانحراف عن المنزل، لأن علاج المشكلة لم يكن علاجا صحيحا. وهنا تذكرت كلمة من كتب الغرفة الشوف قال له: وإن فرعت إلى الشيطان الأكبر الولايات المتحدة لاستبداد الحرب منه فاعلم أنك تعارضون فسادا بفساد، وسيأتي من بعدكم من يحاول إصلاح فسادكم كما تحاولون الآن إصلاح فساد من قصر. هذا أهل غرفة الشوف رحم الحرب والصرف الحديث. ففي هذا التحرير الإخباري ذكر بأن أهل البلد 70% منهم يتمنون حول الحياة الشيوعية من قبل مع عدم الاحتلال الآن. كذلك أهل سوريا 60% منهم يتمنون صرحوا بأنهم يتمنون عودة الشيوعية. وهكذا في أوروبا الشرقية الآن مأساة كبيرة، وبوتين نفسه صرح بأن انهيار الاتحاد السوفيتي كان كارثة كارثة. فإذا الكل يدرك الفرق بعد يومين من هذا التأمير، وبالفرق اليوم الحادي عشر من القعدة ومن اليوم الثالث والعشرين من شهر الحادي عشر، قرأت المقالة في جريدة الوطن لبورد جوفنس
بمناسبة مرور 20 عاماً على سقوط سور برلين. ذكر في هذا المقال كيف كانوا يتطلعون إلى الوضع الجديد بانتهاء الحرب الباردة، أن يكون هناك تفاهم وأن يرتفع الظلم عن الناس وأن يتكسب الناس السائمة الحرية وأن يعطى المظلوم حقه. قال لكن كل هذه الآلات خرجت، كل هذه الآلات لما خرجت وتبين أن الشيوعية أنه كما انتهت الشيوعية إلى طريق المسلوم انتهت الرأسمالية إلى طريق المسلوم. فبدل من الحرب الباردة خرجت حروب صافية كثيرة من قطاع العالم وأكلت الأخضر واليابس وأهلكت الحرب واليابس، والناس عانوا من ظلم أكثر مما كانوا يعانون من قبل. فإذا العالم يأسف الآن بمعاناة، وهذه التجارب البشرية كلها تجارب فاشلة، ولا يمكن أن يصلح هؤلاء الناس إلا ما أصلح أولا. لا بد من دورة تاريخية، هذه الدورة التاريخية تكون امتدادا للدورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الاعتدال إلى الاستقامة. لذلك نحن نريد بالشباب الذين هم زهرة اليوم وأمل المملكة وقوة الأمة وأعدائها أن يحرصوا على المبادرة إلى الخير، أن يحرصوا أولا على أن يصلوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى، ويربطوا أنفسهم بعدل الدين حتى يسيروا وراءها، ويحرصوا كل الحرص على أن يتحلوا بالأخلاق الطاغية، وبجانب هذا الكل أن يحرصوا على المنافسة في جميع العلوم وفي شتى البلادين يقدم للناس الحل الأمثل. وبطبيعة الحال لا يمكن أن يصلح جناح من الأمة ويهمل الجناح المعارف. بطبيعة الحال كما أننا نتخدع إلى الشباب الصالحين، نتخدع إلى الأحياء الصالحات في المدينة الصغيرة، نتطلع في المسلمات الخارجات الصادقات، ونحن نرى كيف التركيز على إسلامها وسلخها من مقوماتها وتجريدها من الحياة وإبعادها عن قيم الدين تحت شتى الشعارات. ولست أنسى كلمة قالها أحد مشايخنا وهو الشيخ أبو إسحاق السيد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجانب المرأة، يقول: المرأة إن أرخي لها العنان أخذت تتردى ذات اليمين وذات الشمال لا يردها إلى الخطر. فقلت: هذا إذا أرخي لها العنان، فكيف إذا كانت تلفع من الخطر وتجر من الأمام للفساد؟ لذلك كان من الضرورة بأن تعود المرأة إلى دينها وأن تعرف كيف تتمسك بقيم هذا الدين وكيف تتخذ الحياة شعارا لها وكيف تتخذ قيم الإسلام دليلا لها وكيف تتخذ من نساء المهاجرين والأنصار أسوة حسنة لها. إن إصلاح الشباب وحده لا يمكن أن ينجح وينجح إلا عندما يصلح الطرف الآخر أيضا. ونحن نرى القرآن الكريم كيف أدب هؤلاء وهؤلاء
الآداب الإسلامية. الله سبحانه وتعالى بدأ بالرجال أولا عندما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولكن لو كان الاقتصار على هذا هل يمكن أن يكون هناك تشجيع؟ كيف يقوم المؤمنون بهذا الواجب مع أنهم يرون الجنس الآخر يتراقص بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه بدون ستر مع التبرك الجاهلي المحكوم؟ لذلك ولي هذا قول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنات يقومن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويقربن بحورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولهن أو أبنائهن أو أبناء بعولهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير من الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على أوراق النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تتقون. هذه هي توجيهات الربانية وهذا هو الأدب الرباني الذي يؤدبه الله سبحانه وتعالى في عباده وإيمان المؤمنين والمؤمنات. ولا يمكن أن نبنى نهضة إسلامية إلا على هذا الأدب والتمسك بهذه الأخلاق والحرص على هذه القيم. لم أمر بالمرأة بالشعارات التي رفعت من قبل الذين يخططون ليسفها، ومع الأسف الشديد نرى كيف سرى هذا التغيير إلى أولياء أمورهم فنفسوا الغيبة ونفسوا التمسك بأهداف الفضيلة وصاروا في سبيل المادة يفرطون في كل شيء، لا يبالون بالأعراض ولا يبالون بالخير، كأنما مسكوا وأنشئوا نشأة أخرى غير النشأة التي أنشئ عليها الرجال من الغيرة والحرص على حصول الكرامات. ولذلك نحن نهيب بأولياء الأمور أيضا أن لا ينسوا هذا الجانب وأن يحرصوا على صون أعراضهم وصون أخلاقهم وصون رداد أكبادهم. فإذا كان الإنسان من شأنه أن يحرص على سلامه فليكتفي أي شيء يؤذيها فعليه أن يحرص على صونها من نار الآخرة، نار مقودها الناس والحجارة. عليها الملائكة والغلاظ الجداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. حذر الشاعر يقول وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعم عيني عن الرب. فإذا كانت العين تمتنع عن الرب بهبوب الريح على الأولاد فما بالكم بمن يؤرق ابنه أو ابنته بنار يحبها الناس والحياة. هذا وكلنا أمل بأن تكون هذه الموضوع تصل إلى الشروط والأفراد وكلنا أمل بأن تكون هذه الموضوع تؤدي الحناسة في نفوس الشباب. فإذا الأمود والأمود في نفوسهم هو الذي يقعد للأمم، وعلى الإنسان أن يستغل هذه الفرصة والاستغلال الفرص لا يكون في الأمان. وقد قال الشاعر أجاب وحد الكف تعطى ما تروم ومن رام المنى ليلا يقوم وإيام الحياة لفقد منها ألا إن الحياة لا تكون. على الشباب أن يستغلوا فرصة الحلال، فرصة ريعان الأمر وزهرته وقدوته وفتوته، وأن يسارعوا إلى هذا الخير. نحن طالب
كما قلنا في سير جميعا ان يرجعوا الى منابع البدايه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت ان تحصل الشباب من الافكار التي يروج لها من هنا وهناك من اجل اولادهم لابعادهم عن الكتاب او ابعادهم عن السنه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام. بل عليهم ان يجعلوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم نصب احدهم كما ان عليهم ان يجعلوا كتاب الله تعالى نصب احدهم وان يحدثوا على الاستفاده من كلمه الصدق السلف الصالح الذي درج على الحق والاستقامه والهدى والرشد. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في يدنا هذا. اللهم اجعل معنا هذا الجمع المرحوم واجعل تفرقنا من بعد التفرق المعصوم ولا تعافينا ولا فينا ولا معنا تحبه ولا مفهوم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واقطع لهم مدابر اعداء الدين واسلم شاكا وحيد اللهم شد الشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.